كم من الوقت يستطيع الإنسان البقاء على قيد الحياة تحت الأنقاض؟ عمليات إنقاذ العالقين تحت الأنقاض تكون في سباق مع الوقت، خاصة إذا كانت الظروف المناخية قاسية كما حدث في زلزال سوريا وتركيا. البقاء على قيد الحياة بالنسبة للعالقين تحت الأنقاض يعتمد على عدة عوامل، نذكر أهم ثلاثة منها. أولاً، القدرة على الوصول إلى المياه، فهذا الأمر يزيد من احتمالية الصمود. في زلزال هايتي على سبيل المثال، استطاع شخص البقاء 4 أسابيع تحت الأنقاض لأنه اعتمد على شرب مياه الصرف الصحي. في حال تعذر الحصول على مياه، يستطيع الإنسان أن يعيش بين 3 إلى 7 أيام. ثانياً، الهواء. وجود ممر لدخول الهواء الطبيعي المحمل بالأكسجين مهم جداً للشخص العالق تحت الأنقاض لتجنب زيادة ثاني أكسيد الكربون والموت اختناقاً. ثالثاً، الغذاء. وبالرغم من أهميته، إنما يستطيع الإنسان في حال توفر الماء ودرجة حرارة مناسبة وكمية دهون مخزنة في الجسم إلى البقاء دون غذاء لمدة قد تصل إلى 8 أسابيع. وبالرغم من أهمية ما ذكرناه، تبقى الحالة الصحية والجسدية للشخص وهل تعرض لنزيف أو إصابة خطيرة من الأمور التي تحدد قدرته على الصمود.